مرحبا بكم زوار ورواد قناتنا المحترمين. نقدم لكم اليوم في هذا الدرس موضوع جديد. قبل ذلك كالعادة أتمنى منكم الإعجاب بالفيديوهات الموجودة في القناة أو مشاهدتها إن كنتم في حاجة إليها، فهي تحوي الكثير من الأمور التي قد تفيدكم، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والترددات. وأيضا أتمنى منكم الاشتراك في القناة إن كنتم زوار جدد، وأي فيديو أعجبكم أتمنى مشاركته مع أصدقائكم. إذن نبدأ مثل ما أخبرتكم، اليوم سأقدم لكم منتج جديد، منتج حول النظارات ثلاثية الأبعاد، النظارات ثلاثية الأبعاد أو نظارات العالم الافتراضي. هذه النظارات رائعة فعلا، رائعة جدا. أتمنى منكم مشاهدتها وأيضا محاولة اقتنائها، سواء باشترائها من الانترنت أو من أي مكان، أو حتى يمكن الحصول عليها مجانا إن اتبعتم الطريقة التي شرحتها في فيديو سابق حول الحصول على بعض المنتجات المجانية من الأسواق الإلكترونية. فعليكم العودة بالفيديو الذي شرحت فيه طرق الحصول على المنتجات المجانية. ولكن بالنسبة لهذا المنتج أنا أنصحكم حتى بشرائه، وسأترك لكم رابط شرائه، وهو ليس بسعر كبير مقارنة بالإمكانيات التي يقدمها هذا المنتج الرائع فعلا. هذا المنتج الذي ترونه الآن في الصورة، والذي نجد له الكثير والكثير من الميزات. هذه الأشياء أو هذه النظارات التي تمكنكم من لعب الألعاب ثلاثية الأبعاد، يعني تعيشون اللعبة فعلا. كذلك يمكنكم مشاهدة الأفلام والفيديوهات على هواتفكم بتقنية ثلاثية الأبعاد، فهي رائعة جدا. يعني لن يندم أي شخص بتجربة هذه التجربة الرائعة جدا، وهي بسيطة جدا كما تلاحظون، يعني في هذا الشكل. فقط يمكنكم من وضع الهاتف هنا، هاتف الأندرويد أو هاتف الآيفون أو أي نوع من الهواتف الذكية الجديدة، فيوضع هنا داخل هذه العلبة فقط، ويمكنكم اختيار أفلام ثلاثية الأبعاد ومشاهدتها بهذه الطريقة. لن أطيل عليكم الكلام، سأترك لكم في النهاية رابط لوصف أو رابط لهذا المنتج إن أردتم اقتناءه أو معرفة بعض المعلومات عنه في وصف الفيديو. شكرا لكم.